بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء الطلبة، بناتي الطالبات، معكم دائما أستاذ مولاي الحسن التمازي. إذن بعد أن نهينا بحول الله وقوته إلقاء سلسلة محاضرات متعلقة بمادة حقوق الإنسان والحرية العامة، اليوم إن شاء الله سنخصص هذه الحصة لتحديد الخطوات الأساسية على أساس التعامل مع امتحان الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية لا قدر الله. ولعل أول خطوة يتعين على الطالب القيام بها هو أنه عندما يتسلم ورقة التحرير أن يكتب اسمه العائلي والشخصي ورقم طالب جامعي ما يسمى بأبوجي في الخانات المخصصة لذلك، حتى لا يقع هناك أي إشكال على مستوى تحديد هوية الطالب. الخطوة الثانية هو أنه يتعين على الطالب أن يقرأ السؤال بشكل جيد، على الأقل يخصص له 5 دقائق، يأخذ قلم ثم يضع سطر على الكلمات المفتاح المكون الأساسي لموضوع أو سؤال امتحان، ثم بعد ذلك يبدأ في كتابة العناصر الأساسية للإجابة في المسودة. لا يجب أن يكتب في المسودة كل مكونات الإجابة على السؤال أو تحليل الموضوع، بل فقط يكتفي بكتابة العناصر الأساسية حتى لا يضيع الوقت في المسودة، سيما أن القياس الزمني المخصص الامتحان يكون محددا غالبا في ساعة واحدة. إذا اليوم إن شاء الله سنعطي نموذج عن طريقة وضع امتحان الدورة العادية خاص بالأسدس الرابع. هكذا سيكون نموذج، عالج خلال ساعة واحدة الموضوع أو أجيب عن الأسئلة المركبة. إذا يكون هناك موضوع للتحليل مع إلزامية استعمال المنهجية التي سأعطيكم بعد قليل طريقة كتابتها، أو أن الطالب يعمل على الإجابة إجابة مباشرة على أسئلة مركبة وليست أسئلة مباشرة، بحيث تكون هناك 3 إلى 4 أسئلة مركبة، فيجيب الطالب إما على الأسئلة المركبة أو يقوم بتحليل موضوع استنادا إلى المنهجية التالية. إذن إذا اختار الطالب تحليل الموضوع فهناك مقدمة يعرف لنا بالموضوع ويبرز أهميته، ثم يطرح الإشكالية الرئيسة والأسئلة الفرعية، ثم يعلن عن التقسيم. وتقسيم الموضوع حسب القياس الزمني المحدد وهو ساعة واحدة، نقسمه فقط إلى فقرتين مع وضع عنوان لكل فقرة. هناك الفقرة الأولى والفقرة الثانية ثم الخاتمة التي هي بمثابة استنتاجات اقتراحات وطرح موضوع آخر للنقاش. إذن تجدر الملاحظة إلى أن هذه المنهجية هي محددة حسب الغلاف الزمني المحدد للامتحان. طبعا هناك منهجية أخرى، ولكن في إطار الامتحان سواء الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية نعتمد هذه المنهجية. ولكي نكون عمليين سأعطيكم مثال نموذج لهذا الموضوع. على ضوء دراستكم للشرع الدولي لحقوق الإنسان، ما هي في نظركم أوجه الشبه والاختلاف بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟ إذن كما قلنا أن أول عمل هو أن نقرأ السؤال جيد ثم نضع سطر تحت الكلمات المفتاح. كما تلاحظون هناك الشرع الدولية، ثم هناك أوجه الشبه والاختلاف وهذا هو المطلوب وهو الإشكالية الرئيسة، ثم هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إذا المقدمة، أعرف ما هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وما هي علاقتها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم أبين أهمية الموضوع باعتبار هذه المرحلة هي مرحلة بداية تدوين لحقوق الإنسان، ثم أطرح الإشكالية الرئيسة وهي من خلال أوجه الشبه والاختلاف، ثم أطرح
أسئلة فرعية، ما هي ترى القواسم المشتركة التي تجمع بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وما هي تمظهرات أو مظاهر الاختلاف بين الوثيقتين؟ في الفقرة الأولى كما درسنا نذكر بذلك القواسم المشتركة، وهي ما أشرنا إليه، الحقوق المدنية والسياسية كالحرية، المساواة أمام القانون، حق التقاضي، منع الاستعباد والاسترقاق، حق المشاركة السياسية، حق انخراط وتأسيس جمعيات. إذن كل هذه المكونات هي تكرس لنا وتجسد لنا القواسم المشتركة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية. الفقرة الثانية أخصصها لبعض مظاهر الاختلاف، وهي متعددة، يمكن أن نذكر مثلا على المستوى المنهجي. الإعلان العالمي تم فيه الاعتماد على المنهجية الفرنسية، بمعنى أن لواضع هذا الإعلان يضعون الحق دون الدخول في التفاصيل. هذا شيء طبيعي لأن المرحلة كانت مرحلة حرب باردة، وذلك تجنبا للدخول في جدال، فيتم وضع الحق دون الإشارة إلى التفاصيل. اللهم إذا استثنينا نصين أو ثلاث نصوص، المادة الثانية والمادة الثامنة عشر والمادة 25. في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتم اعتماد الطريقة الأنجلو ساكسونية، أي وضع الحق ووضع تفاصيل لهذا الحق. إذن يكون هناك تفصيلات وجزئيات تتعلق بشرح هذا الحق. إذن الطريقة الأولى أو الاختلاف الأول على مستوى المنهجية، العهد الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتمد على الطريقة الفرنسية، أي يعطي الحق دون الدخول في التفاصيل بشكل عمومي، في حين أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فهو يشير بكل تفصيلات هذا الحق. أيضا هناك بعض مظاهر الاختلاف، هناك بعض الحقوق التي توجد كما أشرنا إلى ذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مثلا حق تقرير المصير هو يوجد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا نجده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقوق أيضا حقوق الأقليات نجده في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا نجده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يمكن أن نذكر كذلك حق المجردين من حقوقهم في المعاملة، بمعاملة تليق بإنسانيتهم وكرامتهم. أيضا عدم جواز حبس الشخص نظير عدم الوفاء بالتزام لدين تعاقدي. أيضا يمكن أن نشير إلى حق الطفل في الجنسية وفي المعاملة كطفل قاصر. يمكن أن نذكر كذلك حق الأجنبي في عدم طرده إجراءات تعسفية، وكذلك عدم جواز الدعاية للحرب وللكراهية وللميز العنصري ولازدراء الأديان. إذن هذه الحقوق هي توجد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أيضا هناك حقوق توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا نجدها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي حق الملكية. حق الملكية يوجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا نجده في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كذلك حق اللجوء السياسي، وأيضا حق الجنسية الذي جاء مقتصرا في العهد الدولي على الطفل. في الإعلان العالمي تم الإشارة إلى حق الجنسية بشكل شمولي، ناهيك عن كون بعض الحقوق توجد في الإعلان العالمي ولا توجد في العهد الدولي، ومنها هي الحقوق الاقتصادية وأيضا الاجتماعية والثقافية. وهذا شيء طبيعي، لماذا؟ لأن هناك عهد آخر وهو ما سمي بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. إذن نحن قسمنا إلى فقرتين، الفقرة الأولى ذكرنا فيها القواسم المشتركة، والفقرة الثانية تحدثنا عن أوجه الاختلاف. الخاتمة تكون عن استنتاجات وخلاصات، ربما طرح
مواضيع للنقاش. مثلا أشير مما سبق يتضح لنا على أن هناك خصوصيات تميز الإعلاء العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولذلك طرحت إشكالية القيمة القانونية للإعلاء العالمي، حيث اعتبره البعض بأنه يشكل مجرد التزام أدبي، والبعض الآخر اعتبره لأنه قيمة قانونية، في حين أن العهد الدولي فهو اتفاقية دولية، إذن فهو اتفاقية ملزمة. لكن السؤال الذي نطرحه، ما هو موقع الإعلاء العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من الواقع المعيش؟ وأكون هنا قد طرحت موضوع آخر للنقاش. إذن هذا فيما يتعلق بالإجابة. إذا اختار الطالب أن يعمل على تحليل الموضوع، فهناك مقدمة، هناك فقرة أولى أضع لها عنوان معبر، وفقرة ثانية أيضا أضع لها عنوان معبر، ثم هناك خاتمة التي هي بمثابة استنتاجات خلاصات وطرح مواضيع أخرى للنقاش. إذا اختار الطالب الإجابة عن الأسئلة المركبة، نعطيك نموذج ثلاث أسئلة: موقع حقوق المرأة بين المعتقد الهندوسي أي البراهامية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789. السؤال الثاني: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين توماس هوبس وجون جاك روسو على مستوى تنظيرهما لحقوق الإنسان؟ والسؤال الثالث: حدود الحرية بين الشريعة الإسلامية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789. يجب أن ننتبه هنا. السؤال الأول يتعلق باختبار المعلومات، السؤال الثاني اختبار طريقة تحليل الطالب للمعلومات، والسؤال الثالث نختبر تركيز الطالب وطريقة التحليل. إذن هذه الأسئلة لا تضع عبثا، ولإنما الهدف منها هو أيضا أن نجعل الطالب يحلل ويناقش، وأيضا نختبر معلوماته. السؤال الأول مثلا: ما هو موقع حقوق المرأة بين المعتقد البراهامي أو الهندوسي وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة 1789؟ طبعا أشرنا أضع عارضة، لأن هذا السؤال هدف منه اختبار المعلومات. أضع عارضة الأولى: حقوق المرأة في الشريعة الهندوسية أو في المعتقد البراهامي كانت مهضومة، بحيث كما قلنا أن المرأة كانت تخضع إلى ثلاث سلطات: هناك سلطة الأب في مرحلة عزوبتها، وسلطة الزوج في مرحلة زواجها، وسلطة الأبناء في مرحلة ترملها عندما تفقد زوجها. وقلنا بأن المرأة لم يكن يسمح لها بالتزوج مرة أخرى إذا فقدت زوجها، بل أكثر من ذلك لا يسمح لها بالاهتمام بمظهرها زينتها واستعمال العطور، فالمرأة الهندوسية الأرملة تظل أرملة طوال حياتها ولا يسمح لها بالتزوج، بل أكثر من ذلك لا يسمح لها باعتناق المعتقد البراهامي أو الهندوسي. أما حقوق المرأة في إعلان حقوق الإنسان المواطن الفرنسي، فإن هذا الإعلان لم يشير لا من قريب ولا بعيد إلى حقوق المرأة، كان إعلان ذكوري، حتى أننا أشرنا إلى بعض الفصول التي أشرت على أن الرجل بريء إلى أن يتم إثبات إدانته، فهو للطابع ذكوري، وكان يجب انتظار سنتين، سنة 1791، لكي تصدر هناك إعلان خاص بالنساء، وما سمي بإعلان حقوق النساء والمواطنات. ورغم ذلك فهذا لم يلبي مطلب النساء في على مستوى تحقيق المساواة، فجاء دستور 1946 هو الذي أشار إلى المساواة بين المرأة وبين الرجل. إذن السؤال الأول ونختبر المعلومات. السؤال الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين توماس هوبس وجون جاك روسو على مستوى تنظيرهما لحقوق الإنسان. طبعا نحن درسنا توماس هوبس على حدة ودرسنا جون لوك، إذن هنا يجب أن نعمل على المقارنة بين الفيلسوفين، فهناك أوجه الشبه أشير كما تلاحظون، أوجه الشبه تتجلى في تنظيرهما للعقد الاجتماعي، إذن كلاهما نظر للعقد الاجتماعي، لكن شتان بين مضمون العقد الاجتماعي عند توماس هوبس ومضمون العقد الاجتماعي عند جون لوك، وهذا يحيلنا الإشارة إلى أوجه الاختلاف. أوجه الاختلاف أولا على مستوى حالة الفطرة، قلنا بأن توماس هوبس اعتبر بأن الإنسان شرير بالطبع، أي أن الفرد يولد شرير، وأن الشر ميل طبيعي في الإنسان. لكن جون لوك قال لا، الإنسان حر، إذا الإنسان هو يولد حر، وتضارب المصالح
هو الذي يؤدي إلى الاغتراب وإلى الفوضى. إذن على مستوى حالة الفطرة توماس هوبز اعتبر على أن الإنسان شرير بالطبع، جون لوك قال لا أن الإنسان حر بالطبع. على مستوى الحقوق المتنازل عليها قلنا بأن توماس هوبز أشار أنه على الأفراد أن يتنازلوا عن كل الحقوق لمصلحة الحاكم. جون لوك قال لا، الإنسان يتنازل عن بعض الحقوق. لنتذكر كنا بعض الحقوق كان يعتبرها جون لوك أساسية لا يمكن التنازل عليها، وهي حق الحياة والحرية المساواة ثم أيضا الملكية. إذن أربع حقوق لا يمكن التنازل عنها. إذن المعيار التمييز على مستوى الحقوق أن توماس هوبز أشار إلى التنازل عن كل الحقوق، في حين أن جون لوك أشار إلى تنازل أفراد عن بعض الحقوق. على مستوى الطرف العقد وحق الثورة، توماس هوبز يعتبر أن الحاكم ليس طرفا في العقد، معنى هذا أنه لا يحق الثورة عليه حتى ولو استبد ولو جار. جون لوك قال لا، الحاكم طرف في العقد ومن ثم يحق الثورة عليه. إذن تلاحظون أن هذا السؤال هو تركيبي، الهدف منه أن نختبر طريقة تحليل الطالب، لأن الهدف ليس هو الحفظ الحرفي. أنا لا أنصحكم بالحفظ الحرفي، فقط يجب أن نفهم أن نستوعب هذه المعلومات. السؤال الأخير كان مدج، وهي حدود الحرية بين الشريعة الإسلامية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789. إذن هنا يجب أن نركز، المطلوب ليس هو الحديث عن الحرية برمتها بين الشريعة الإسلامية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي. ولذلك نصحتكم في بداية هذه الحصة أن تضعوا سطر على الكلمات المفتاح المكون للسؤال، فهناك كما تلاحظون حدود، لأنه إذا طرحنا الحرية برمتها ربما هذا لا يكفي خلال قياس زمني ساعة، فقط أنت تجيب عن ما هو مطلوب منك، وهي حدود الحرية بين الشريعة الإسلامية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة 1789. بالنسبة للشريعة الإسلامية، إذا أضع عريضة بالنسبة للشريعة الإسلامية، إذا الأصل كما قلنا أن الإنسان حر، أن الإنسان يولد حر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذا الأصل في الإنسان هو حر ويتمتع بمجموعة من الحقوق، لكن من أجل الحفاظ على مصالحه وعلى مصالح وحرية الناس تمت مجموعة من الضوابط وتم تحريم بعض السلوكيات الهدف منها ليس هو الاستبداد وإنما حماية المجتمع وحماية حرية الآخرين. مثلا نذكر هذه الأفعال أو السلوكيات التي أشرنا إليها التي يجب تجنبها، هي الغيبة، وهنا لابد من الاستدلال ببعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية. الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، النميمة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، كذلك قول الزور واجتنبوا قول الزور، ثم الكذب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن رجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، كذلك قذف المحصنات، وأيضا الدخول إلى البيوت دون استئذان. إذا لابد أن نستشهد ببعض الآيات والأحاديث النبوية. بالنسبة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، هنا نعود إلى المادتين الرابعة والخامسة. المادة الرابعة تشير على أن الحرية هي فعل كل ما لا يضر الغير، بمعنى أنه ليس لديك حرية مطلقة، إذن هناك حدود. المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان المواطن الفرنسي تشير إلى أن الحرية هي فعل كل ما لا يضر الغير، والمادة الخامسة كل ما هو ممنوع غير ممنوع فهو مباح، بمعنى أن هناك إمكانية لتقييد هذه الحريات بموجب القانون. إذن كما تلاحظون أعزائي الطلبة عزيزتي الطالبات، إذن هناك طالب فهو مخير بين الإجابة عن أو تحليل الموضوع أو الإجابة على الأسئلة المركبة الثلاث، لا نعتمد على الحفظ الحرفي. يجب أن نركز أن نقرأ هذه المعلومات بطريقة علمية وبطريقة تحليلية. إذن ما أطلب منكم أن تجدوا وأن تجتهدوا
وأن تبرمجوا أنفسكم على كل ما هو إيجابي. وهنا أحب أن أشير إلى قصة سأختم بها لأحد الصيادين الذين اصطادوا فيل يدعى نيلسون، وهذا الفيل تم بيعه لموديل حديقة، وهذا الرجل أراد أن يختبر نضع التجربة، قام بتقييد هذا الفيل بسلسلة ووضع ربط هذه السلسلة بكرة حديدية، وطبعا كما تعلمون أن الفيل ألف الحرية، فكنا كلما يحاول أن يتخلص من هذه القيود لا يستطيع لأن كانت هناك كرة حديدية ثقيلة. اليوم الأول الثاني الشهر الأول الثاني في الأخير استسلم هذا الفيل. لماذا؟ لأنه برمج سلبيا بأنه لن يتمكن من أن يجر هذه الكرة الحديدية. صاحب الحديقة قام بإزالة هذه الكرة الحديدية ووضع مكانها كرة من الخشب، فكانت المفاجأة هو أن الفيل لم يحرك ساكنا لأنه برمج سلبيا على أنه لن يستطيع تحريك هذه الكرة. إذن ما أنصحكم به أن تبرمجوا أنفسكم على كل ما هو إيجابي، دعوا الأفكار السلبية. الإنسان يستطيع أن يصنع من عصير الليمون الحامض عصيرا حلوا إذا وضع فيه قطعة سكر. أتمنى لكم التوفيق وإلى لقاء آخر إن شاء الله.